فرحانين باللي عملناه، لكن عنا خيبة أمل اللي ما وصلناش للحاجة اللي توقعناها. أو عملنا تصويرة متاع ثورة وثمار باش نقطفوها بعد الثورة، لقينا حاجة أخرى. أكثر حاجة متمتع بها الشعب هي حرية التعبير. حرية التعبير كما 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 القولة اللي قلتها قبيلة، أقبل في عهد بن علي تتكلم تموت، توا تتكلم لين تموت.